أما هلأ بننتقل لمساحتنا الأخيرة نيرمين، وموضوع كتير مهم عم نسمع عنه بالآونة الأخيرة. كلنا عم نشوف الإصابة بالقولون العصبي، يمكن صار مرض العصر بظل الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها والضغوطات النفسية. والقولون العصبي بيؤدي لكثير من المشاكل بالجهاز والجسم. نحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا أخصائية التغذية داليا حسامو. يسعد صباحك. يسعد صباحكم يا رب. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. مثل ما قالت نور، مو معقول قديش اشخاص حوالينا ما بنلاقيهم غير معهم قولون عصبي او متشنج عندهم القولون. خلينا بدايه هيك نعرف سريعا شو هو القولون العصبي. تمام. هلا هو مرض مزمن بيصيب الجهاز الهضمي، من يصير عندنا انتفاخات، تشنجات بطنيه، الام اسفل البطن، وبصير بيترافق معه يا اما اسهال يا اما امساك حسب كل شخص له حالته الخاصه فيه. هون نحن كثير بنتطرق لهذا الموضوع انه في كثير اشخاص مثلا بيقطعوا اصناف معينه من الاطعمه، بس هن ممكن ما يتضايقوا منها، بس مجرد انه سمعوا انه مثلا حدا من رفقاتهم انه عم يتضايق من نفس المكون. بس بهذا المرض نحن كل مريض له حاله خاصه فيه بده يتقيد فيها. هذا اللي بدي اسالك. تمام. عنه يمكن كثير بنسمع انه القولون العصبي بياثر في كثير من الأغذية سلبا. تمام. أو إيجابا. تماما. هل نحكي عن يمكن هو مشكلة هيدا المرض بيرافق الشخص طول العمر؟ تماما. يعني مزمن، هو مزمن ما في علاج. تماماً. أو شفاء بشكل كامل. تماما. خلينا نحكي عن الأغذية قديش مهمة ضمن هيدا. تماماً. المرض، وكيف فينا نحافظ على هيدا التوازن ليكون المرض باعتدال ما يقدر يشتد. تماماً. أو يصير مزمن كثير للشخص. هلا من أهم النصائح والإرشادات أنه لأي مريض قولون عصبي أو ما معه مرض، كنصائح طبية لأي شخص، ما يتناول الأكل بسرعة، لأنه هو تناول الأكل بسرعة هذا الشيء بيخليه يعمل نفخة. هي واحد. اثنين، كمان في عنا أنه ما نترك حالنا ساعات طويلة بلا أكل، لأنه نحن لما عم ناكل وجبة كبيرة كمان هذا الشيء عم بيعملنا تخمة. أحيانا الأشخاص اللي معهم قولون عصبي كمان مضغ العلكة لإلهم بيدخل لهم هواء، فكمان بيعمل لهم غازات. الأشخاص كمان اللي بيتناولوا قهوة وبيدخنوا كتير كمان هذا الشيء بيأثر على أمعائهم وبيعمل لهم نفخة. فلهيك أهم شيء كالنظام الصحي الأول، مفروض نحن ننظم وجباتنا، نتناول وجبات صغيرة، كميات صغيرة على دفعات. يعني في كتير أشخاص بيجوا لعندي بس نحن ما بناكل غير وجبة بس بنسمن وعندهم كتير مشاكل واضطرابات هضمية. مفروض نحن نقسم وجباتنا قد ما فينا، نحاول نتناول الأكل المسلوق يلي مقشر، لأنه دائماً القشور بالخضار والفواكه كمان بتعمل اضطرابات بالأمعاء، مثل مثلاً التفاح لما بدنا ناكلها نقشرها. قد ما فينا نسلق الأكل، مثلاً أي مثلاً الجزر يكون مسلوق، لأنه كمان الأكل الطازج بيعمل لهم اضطرابات وصعوبة بالهضم، خاصة بالنسبة لمرضى القولون العصبي. المقالب بتعمل لهم مشكلة. الشوكولا كمان في ناس ما بيقدروا يوقفوا عن الشوكولا، بس هي فيها كافيين كمان بتعمل لهم تهيج بالأمعاء. خلينا نحكي عن أكلات معينة كمان. تمام. ممكن تسبب تهيج القولون. مثلا بعرف أنا أشخاص كتير البقوليات. تماما. البقوليات بيتضايقوا منها. الحليب، في كتير أشخاص هلأ نحن هون منفوت بمشكلة مثلا مع المريض أنه بيتضايق من الحليب، هل هو عنده حساسية من لاكتوز انتولرانس، ولا هل هو عم من القولون العصبي عم بيتضايق؟ بس هو بالحالتين لما بيعرف الشخص حاله أنه عم بيتضايق من هالمكون الغذائي، هو بدي يعمل تيست لحاله. مثل ما حكيت، البقوليات، الحليب، صفار البيض بيحتوي على نسبة عالية من الدهون، كمان ممكن يعمل لهم مشاكل. أحيانا ممكن أشخاص تتضايق من الخضروات مثل الملوخية، أحيانا ممكن من البندورة يتضايقوا. فكل شخص له وضع معين، بس أكثر شيء البقوليات والحليب، هدول بالخط الأول. وبعدين بيجي عنا مثلا ممكن البندورة، في ناس بتتضايق منها، صوص البندورة بالطبخ مثلا كمان ممكن يتضايقوا منها. ويمكن بنسمع كمان المقالي والبهارات. المقالي تماما. البهارات كتير بيتضايقوا منها. كتير على والبصل والثوم كمان هضمه صعب، كمان في أشخاص بتتضايق منه. يمكن هون كمان النظام الغذائي والحمية بتكون صعبة شوي على المريض القولون العصبي. يعني لما نقول له لا تاكل خضرة إلا مقشرة، أو تماما مثل ما قلتي مثلا كتير البقوليات، فكمان صعب. كيف في مثلا ممكن يحافظ على نظام غذائي صحي وممكن ياكل اكلات متنوعه؟ يعني لما بدنا نقول له لا تقرب على هدول القصص، ما في مرقه ابدا ولا تماماً. ممكن يمرق حصص صغيره من فتره لاخرى؟ هلا ممكن يمرق حصص صغيره بس حسب الشده. يعني حسب، في حالات مثلا انه صعب كثير يدخل هي المكونات. كمان مرضى القولون العصبي احيانا ممكن يتضايقوا من منتجات القمح. كمان
كمان هي هون مرتبطه مع السيلياك ديزيز، الداء الزلاقي. يعني في اشخاص بيعانوا من الداء الزلاقي، ومرضى الكولون العصبي كمان بيتضايقوا من منتجات القمح. فينا مثلا نستبدل مثلا بالحبوب الذره مثلا، الكينوا، الصويا، كمان هي تعتبر بدائل للاشخاص اللي عم بيتضايقوا من منتجات القمح. الارز كمان فيهم ياخذوه. هلا نحن اذا بدنا نعطي هيك كمختصر كنظام غذائي، بدنا نقسم نظامنا اليومي للهرم الغذائي ونعمل بدائل. مثلا مثل مثلا نحاول نركز قد ما فينا على الخبز الاسمر دائما بنمط حياتنا، لانه الاشخاص اللي معهم كولون عصبي غالبا معهم امساك، فنحن دائما بدنا نحاول ندعم بغذائنا الالياف دائما تكون موجوده، فلهيك نحن بنتفادى هاي مشكله الامساك. بالنسبه للقوائم البروتين، نخفف قد ما فينا اللحوم حمراء، لانه كمان هضمها صعب، كمان رح يتضايق مريض الكولون منها. البهارات تماما، البهارات اكيد بدنا نخففها. خلينا نحكي كمان عن موضوع العلاج. ممكن مريض هون الكولون يضطر يلجا لادويه معينه تماما غير الحميات اللي نحن عم نحكي هلا عنها. في كثير عالم هون عم تصير تاخذ لحالها تخبص، هذا الشيء كثير غلط، لانه احيانا ممكن يكون لها مفعول عكسي. فانا بنصح اي مريض كولون عصبي يتوجه لطبيب الهضميه ولاخصائي التغذيه، بيكون العلاج مشترك، لانه ياخذ ادويه لحاله ممكن تعمل له سايد افكت لشغلات ثانيه. بس فينه اذا اجته مثلا نوبه وتضايق كثير، فينا مثلا يشرب بابونج، يشرب كمون، زيت النعنع، كمان هدول لازم دائما يكونوا موجودين عنده. المسمن كمان بتاثر، يعني احنا بنشوف حالات ضمن محيطنا بيقول لك انا ما عم ياثر فيني تماما شي. حتى الادويه عم يكون كثير مثلا مزمن وشديد على هيدا الشخص. تمام. هلا حسب هلا بيرتاح بوقتها بيرتاح، بس الاساس هو تعديل نمط الحياه. مستنفين. كمان الرياضه هي كثير بترخي عضلات الامعاء، فكمان بتساعده انه يخف الستريس والتوتر، لانه هو اسمه كولون عصبي. يعني من اهم اسبابه هو الحاله النفسيه، الستريس، التوتر. فلما انا عم بيصير عندي ريلاكسيشن عم يخف الضغط على الموضوع. يعني مثل ما لاحظنا من حديثك، العلاج يمكن نوعا ما او الحميه عم تختلف حسب تماماً. طبيعه الاجسام تماما، فهون الشخص هو اللي بده يكون المراقب الاول على تماماً. حاله. بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا داليا حسام، اختصاصيه التغذيه، لكل المعلومات القيمه اللي قدمتها. شكرا لاستضافتكم.